عندنا ايه بعد كده؟ عندنا الفتنس بقى. يلا عندنا الفتنس دلوقتي، الفقرة اليومية بتاعتنا نمارس فيها شوية تمارين جديدة مع الكابتن العزيز أحمد عوض. بعد كده فاصل، وبعد كده هنرجع مع حضراتكم بقى وأولى فقراتنا الحوارية. خليكم معانا. صباح الخير، صباح النور. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا بتهم كل المصريين او كل الناس في العالم كله، اللي هي البطن. وايه سبب موضوع البطن، او ازاي اتمرن بطن، او ازاي اخسس بطني؟ في نوعين من البطن، اللي هو الكرش، نقول بقى كده عادي بالبلدي بتاعنا كده الكرش. ايه بقى النوعين من الكرش ده؟ في كرش اللي هو ناتج عن نسبه دهون زياده، في كرش ناتج عن زياده جدار المعده او القولون. فده مهم جدا ان انا اعالجه عند دكتور بطنه، مش موضوع ان انا اعمل دايت اعمل تمارين بطن، لا، ده يتعالج عند الدكتور، يديني مهدئات للقولون او حاجات تعالج جدار المعده بتاعي، لان الجرش اللي هو او البطن المتحجره دي مش دهون خالص، دي ناتجه عن جدار المعده بتاعي عالي جدا، فهو اللي عامل الكيرف بتاع بطنه. طيب ده هنعالجه عند الدكتور، دي رقم واحد. رقم اثنين، ان انا عايز اقلل نسبه الدهون عند البطن. تمارين البطن ما بتقللش الدهون، تمارين البطن بتقوي عضله البطن علشان لما نعمل مجهود تحرق الدهون اللي حول البطن. يبقى الاول اعمل تنظيم غذائي، وده مهم جدا، لو ظبطت اكلي بطني هتقلل لوحدها. دي رقم واحد. رقم ثلاثه بقى، ودي اهم حاجه بالنسبه لي، تمرين ثابت اعمله باستمرار هيخسسني سنتي في بطني كل شهر من غير تمرين. ايه هو؟ ان انا اقدر شاهدت بطني من جوه. في الاول يعني احس ان انا كاتم نفسي، لا، بعد كده هدرب مخي ان هو يدي اشارات لعضله البطن تفضل مشدوده من غير ما اكتم نفسي، تفضل مشدوده عادي جدا. ده هيقلل المنطقه بتاعه البطن سنتي كل شهر من غير تمرين. نخش بقى في مرحله التمرين من السهل للصعب، يلا بينا. اسهل حاجه بالنسبه لي ان انا ارفع ايدي لفوق، وده مهم جدا عشان احافظ على عضلات رقبتي. الاخطاء الشائعه اللي كانت الناس كتير قوي بتعملها ان هي تطلع وتنزل، فده بيؤدي الام للظهر، ان بشغل عضلات ظهري معايا والعمود الفقري ممكن يجيله مشكله فيه نتيجه الرزعه اللي انا برزعها لنفسي. وفي ناس تانية بتعمل حركه الدقن دي، ان هي بتجيب رقبتها لقدام، ده بيضغط على فقرات الرقبه وعضلات الرقبه، فممكن يجيب لي تعب في الرقبه. عشان اعمله صح وابعد عن الاخطاء الشائعه، ايديا فوق الشست، هطلع سنه صغيره وانزل. هتقول اه ده تمرين بطن، تمرين بطن ومهم جدا ومفيد جدا وهيشغل عضلات البطن كلها. الاحسن وانا طالع اعمل الكيرف بتاعي كده، يعني رجليا ثابته على الارض وانا طالع هقفل وسطي مع بطني وباصص لفوق عشان ما اعملش مشكله لرقبتي، وانزل تاني، طلع النفس فوق وانزل. وانا نازل مخبطش راسي في الارض جامد عشان ما اضرش الجهاز العصبي بتاعي. طب عايزين نعلي المرحله دي، هطلع اثبت فوق، واحد اتنين وانزل. دي اصعب. عايزين نصعب اكتر كمان، واحد اتنين تلاته وانزل. اصعب، واحد اتنين تلاته اربعه، اربعه تلاته اتنين واحد. طب عايزين نشغل بقى البطن ومعاها البطن السفلى بطريقه اكبر، هرفع رجليا 90 درجه، ايدي ممكن انزل بيها عند ركبتي وانزل تاني. مش لازم اطلع قوي، التمرين لغايه هنا بيشغل بطني كلها. عايزين نصعب اكتر من كده، هفرد رجلي كده، انا شغلت العضله اللي تحت عن طريق الثبات، وايدي حركه. عايز ازود، همسك في ايدي كوره، ميه، اي حاجه وانا في البيت، هطلع وانزل، هطلع المس رجلي، ممكن اقرب الاثنين مع بعض وارجع تاني. نفس. لو دي كده انا خدتها مراحل مع بعض. طيب انا عايز اشغل عضله الجناب معاها، اللي هي جنب من هنا وجنب من هنا، ايد عكس رجل، ايدي التانية ساندة على الارض كده. انا شغلت الجنب اللي هنا مع الجنب من الناحية التانية، هعكس عايز اعمل حاجة اصعب، اللي هي بنسميها البايك او البايسكل،
ركبة عكس كوع. خلصت المرحلة دي نخش الأصعب منها اللي هي البلانك أو اللوح الخشبي اللي خدناها قبل كده. إيدي ثابتة ثابتة الأمام بتاعتي. ابتدي المرحلة الأولى إن أنا جسمي يبقى ثابت. المرحلة الثانية ممكن أعمل هاي بلانك ركبة سايد بلانك اللي هو الجانبية. دي أول مرحلة. تاني مرحلة تالت مرحلة. وارد عايز أشتغل أكتف أكتر وأزود لب أكتر هنزل وأرجع تاني أفتح هنزل خلص الجنب التاني. كده احنا قوينا كل العضلات. الاهم من انا اقوي العضلات دي ان انا اظبط اكلي كويس جدا لان هو ده اللي هيفرق معايا. طول ما انا بظبط الاكل كل ما نسبه الدهون الطبيعيه في جسمي بتقل فطبيعي جدا بيبان عضلات البطن. فكره تمام مرن بطني دي عشان اسس منطقه الوسط لان دايما اضعف منطقه عند البني ادم هي منطقه الوسط ودي مركز ثقه لجسم البني ادم. فدي اهم منطقه لازم تبقى قويه. امرنها باستمرار اظبط اكلي لازم اكل على مراحل عشان اعلي الحرق الطبيعي بتاعي. مع تمرينه البطن هيبتدي يبان عضلات بطني. مع دايما ان انا شافط بطني لجوه ما انساهاش قوي دي لان دي هتخسسني سنتي كل شهر هتفرق معاك كتير قوي. مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله.